السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. أول شيء نسألكم المباركة، والله يبارك للجميع يا رب. عاوز أقول معلومة على السريع كده، الله يبارك فيكم. بالنسبة لي البرواز اللي قدامكم ده، تمام، طبعا الله يبارك في الجميع، ده بيت ملكي متقفص عليه زي ما انتوا شايفين، بيت ملكي متقفص عليه. لو انتوا تلاحظوا في بيت ملكي هنا اخر، تمام، ربما يكون الملكة خرجت منه، شايفينها انتوا، تمام. طبعا البيتين دولت، البيت ده بالمناسبة اللي خرجت فيه العذرة، ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله يا رب كل اللي شاهد على الفيديو نتمنى ان هو يذكر الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البيت الملكي ده كان الموضع بتاعه، تمام، في مكان اخر، وبالتالي انا شلته حطيته في منتصف البرواز وقفصت عليه بالقفص اللي انتوا شايفينه ده، على اساس ان انا احافظ عليه واستفيد من الملك. ده اللي احنا بنقول عليه، تستفيد من الملك، تمام. طبعا الملكة ديت ما شاء الله خرجت، تمام، ده اللي انا كنت اتكلم فيه في موضوع التطريد، تمام، ان مش كل تطريد ان انا اقول عليه تطريد ملكات فاشلة، تمام. انا عارف الملكة الام بتاعتها، فبالتالي استفيد من دي. طبعا دي خرجت ما شاء الله، اخدت الملكة دي تبارك الله استفدت منها، وديت الملكة ديت اللي خرجت دي ان شاء الله زي ما بيقولوا كده هفرج عنها استفيد منها داخل الخليج، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله تبارك الله، تمام. انا كرجل نحال الملكة اللي خارجة من البيت الملكي اشوف الاجنحة بتاعتها فيها مشكلة، حركتها فيها مشكلة، تمام. طبعا ده البيت الملك اهو زي ما انتم شايفينه اللي خرجت منه الملكة اهو زي ما انتم شايفينه ما شاء الله تبارك الله. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، البيت الملكي ده انا قفصت عليه امتى؟ قبل خروج الملكة بيومين اتنين قفصت عليه بالقفص اللي انتم شايفينه ده عشان اقدر استفيد منها، تمام. سبت معاه كام شغالة مع البيت الملكي؟ 3-4 شغالات تحت القفص ده، تمام. الملكة زي ما انتم شايفين خارجة، نحن بيستقبلها لا يوجد مشكلة، لان هي خارجة داخل الخليج، هي خارجة داخل الخليج، تمام. حبينا بس نقول المعلومة دي على السريع، لان يشهد الله انا اي شيء في منحلي بأشتغله، تمام، سواء بقوله في ملفات صوتية او سواء لو الفرصة متاحة ليا في لقطة زي اللي احنا فيها دلوقتي كده، تمام، احب ان انا افيد بها الاخ الاخر، تمام. طبعا الملكة نقدر نقول هي تقريبا خارجة امس الملكة ديت من البيت الملكي، فبالتالي الخلية طبعا بدون ملكة خالص، خلية يتيمة، استلمت الملكة زي ما انتم شايفين لسه فارج على الملكة قدامكم، تمام، ولا يوجد اي مشكلة والنحل مستقبلها والامور طيبة، تمام. ده طبعا البيت الملكي اللي هو خرجت منه الملكة، لو انتم شايفين ده مش موضوعه الطبيعي، تمام، حتى تلاحظوا انا ملحمه زي ما انتم شايفينه كده، تمام. ده طبعا البيت الملكي ما شاء الله اللي هو خرجت منه الملكة زي ما انتم شايفين هو ما شاء الله تبارك الله، وديت الملكة اللي احنا افرجنا عنها تبارك الله ما شاء الله، تلاقيها في الاتجاه التاني، تمام. فحبينا بس نشارك معاكم الفيديو دوت، وهو ان اي نحال يكون عنده ملكة ممتازة، تمام، الملكة هي ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله يا رب يبارك للجميع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اي نحال الله يبارك في الجميع يكون عنده بيوت ملكية وظروف مناسبة للتلقيح، يا اخي ما تخربهاش، استفيد منها، نزلها في نوية، نزلها في نوية، تمام، نوية التلقيح، لانك هتحتاج بعد كده للملكات دي، اي ملكة صدقني صدقا هتحتاج ليها، تمام. طبعا لو ربما يلاحظ بعض الاخوان في هنا حضنة ذكور، ده لان ما شاء الله ربما يكون احنا في موسم البرسيم داخل مصر، فبالتالي التلقيح ربما يكون مناسب داخل مصر تقريبا لمدة 15-6، وتختلف من مكان لمكان اخر يعني، تمام. طبعا الله يبارك في الجميع، ده البيت الملكي الاخر اللي كان في الاسفل زي ما انتم شايفين. طب ليه انا قفصت على بيت ملكي بالقفص دوت، تمام، وتركت دوت؟ لان لما اترك دوت والعذر تخرج داخل الخليه مفيش مشكله تحدث، انما ان انا اسيب الاثنين بدون ما اقفص على واحد منهم، بالتالي واحد هيخرج، ملكه هتخرج، هتخرب البيت الثاني ومش هستفيد منه. فاهمين اتكلم في ايه؟
فلعل بس يكون الصورة واضحة للإخوان. طبعا لما نيجي نتكلم، أنا كنت قبل كده عن الموضوع ده في موضوع الملكات، تمام، هل حجم الملكة مناسب؟ نعم يعتبر مناسب، لأن ما ننساش أمر آخر، ملكة إن شاء الله بعد ما بيتم تلقيحها حجمها بيزيد، تمام، يعني بعد ما بتتلقح النحل بيمدها بالغذاء الملكي، بعد كده تبتدي تمشي داخل الخلية، الحجم بتاعها يقدر يزيد مع وضعها للبيض، تمام، حتى بس يكون الصورة واضحة للإخوان. كان في أخ طلب مني فيديو أتوقع عن فحص الخلية أو التعامل إزاي مع الخلية. أخوي الله يبارك في عمرك، أنا متذكرك والله، لو الوقت متاح لي اليوم هصور لك إن شاء الله، مش متاح فأنا بعتذر منك، لأن صدقا يعني ربما يكون إحنا في موسم، تقريبا دلوقتي في موسم برسيم، في ساعات الواحد بيكون الوقت مش في إيده شوية، فأنا بعتذر منك لو ما صورتلكش الفيديو النهاردة، تمام. نسأل الله يا رب تيسير للحل الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا أنا ملحوظة بسيطة، لما أنا أفرقت على الملكة بالقفص الملك قدام الإخوان لسبب واحد، أنا شايف النحل هادئ، لو النحل فيه شراسة كان صعب إن أنا أفرج عليها كده وأقعد أصور كده وأنا واقف، ليه؟ لأن ممكن الشراسة بتاعت النحل يكور على النحل ده، يكور على الملكة يموتها، تمام، ممكن الملكة تطير، تمام، حتى يكون بس العلم عند الإخوان، تمام. طبعا الله يبارك فيكم، الخلية ديت لو نلاحظ، عاوزكم تلاحظوا معايا كده، بسم الله، في هنا يرقات أو يرقات، مقصود كلامي يعني كان في ملكة فيما قبل، تمام، يرقات زي ما انتم شايفين هي عمرها 4-5 أيام، ديت الله يبارك في الجميع الملكة الأم اللي كانت ملقحة داخل الخلية، تمام، دي الملكة الأم اللي كانت ملقحة داخل الخلية. طبعا أنا رفعت الملكات وبالتالي بنزل ملكات عذارة للخلايا عندي، لأن أنا في موسم برسيم، وأشرت للفيديو ده قبل كده، حيد الخلايا بتاعتك بأكبر قدر، سواء ترفع الملكة، تركب حاجز ملكي، تنزل ملكات عذارة، ده اللي أنا اتكلمت عليه، يعني اللي أنا بتكلم عليه بنفذه في مرحلة. فاهمين أنا أتكلم في إيه ولا محدش واخد باله من اللي أنا أتكلم فيه؟ على العموم الله ييسر الحل الجميع، ونسأل الله يا رب يكون نحل الجميع في أفضل الأحوال، اللهم آمين. الله يبارك في الجميع، نتمنى مشاركة الفيديو على الإخوان اللي مش متابعين معانا يستفيدوا، ونتمنى الإخوان اللي ما اشتركوش معانا يشتركوا في القناة، لعل إن شاء الله نقدر نفعل ميزة البث في أسرع توقيت بإذن الله. الله ييسر الحل الجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.